صباح الخير ونهاركم سعيد. ضمن هاشتاج أفيدونا بعلمكم معاكم دكتور خلدون أبو الحين مدير معهد المياه والبيئة بجامعة الأزهر، وبدنا نحكي عن نقطة بتهم كل أسرة فلسطينية في قطاع غزة وخارج قطاع غزة، موضوع التلوث في مياه الشرب، خاصة مياه الشرب. بنحلل يوميا كميات كبيرة من مياه الشرب، وبنلاحظ في أغلب العينات هناك تلوث، تلوث ميكروبيولوجي، بحيث أنه لا يظهر في طعم المياه، ولكن بيسبب أمراض كثيرة للأطفال، أمراض الجهاز المعوي خاصة. التلوث هذا مصدره في الغالب اللي هو انتقال المياه من محطات التحلية مروراً بعربيات النقل، مروراً بالمنزل، ثم تخزينها في المنزل. لتجنب المشاكل الناتجة عن التلوث الميكروبيولوجي، نأمل من جميع أخواتنا ربات المنزل اتخاذ إجراءات السلامة بما يتعلق بنظافة المكان الخاص بالتخزين، الخزانات، وكمان التأكد من سلامة الشاحنة أو المزود للمياه، بحيث أنه يتم فحص المياه بشكل شبه دوري، كذلك غسل الخزانات وتعقيمها من فترة لأخرى، بالإضافة إلى استخدام أقراص الكلور المعقم الموجود في الصيدلية، مش الكلور اللي بيستخدم في التنظيف، لا، هناك كلور طبي على شكل أقراص يباع في الصيدليات، يمكن استخدامه بشكل منتظم على المياه. من علامات اللي بتخلي الإنسان يخاف من المياه ويجب أنه يتابعها وجود رائحة للمياه. إذا كان هناك رائحة للمياه معناته هناك في تلوث أو بداية نشوء تلوث ميكروبيولوجي أو بكتيري. وكذلك إذا كان ريحة الكلور برضو في المياه عالية جداً لا ينصح بشرب هذه المياه. أتمنى لكم السلامة